شيخ هيثم، نصيحة للمغني والمغنية. الله المستعان. شوف الشيخ، صنع مقابلة مع مغني، نسأل الله عليه السلام، أسأل الله لنا ولهم الهداية. ففي المقابلة هذا اللي يصنع مع هذا المغني المقابلة، قال له قبل أن تدخل الآن إلى يعني هذه المقابلة، عندك شيء في نفسك، سؤال ما تريد أن تسأل عنه في الجلسة هذه، صح أو لا؟ قال نعم. قال ما هو هذا السؤال؟ قال أنا أذكر لك السؤال لكن تعفيني عن إيش؟ عن الإجابة. قال هذا السؤال جيد، يأخذ منه السؤال. طيب، فقال المغني نسأل الله السلام، قال السؤال الذي لا أحب أن أسأل عنه، لماذا لا أتوب؟ هو يعرف، كل مغني يعرف أنه على ضلال، يضل الأمة، سيئات تلحقه حتى بعد موته، لكن ليش لا يتوب؟ إلا من رحم الله. هذه أكبر مشكلة تواجه المغني، لأنه نصرعه في السلامة في طريق إبليس مع الشيطان. وطبعا أنت تعرف الآن المشاهدات والمشاهير وكذا، ضيع هذا كله، لكن يا أخي من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. صحيح ابتلاء كذا، لكن والله يكون لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. كيف كان الذين تابوا وسبقوا في هذا الطريق؟ وشوف تختم لك بيبقى خاتمة حسنة، أو يختم لك نسأل العافية والسلامة بخاتمة سيئة. يا رجل، عندنا لو تسأل الحشاشين أصحاب المخدرات، يعني يعني من هم في الفساد، قمة الفساد، هذا ما يمكن يروق له أنه يعني يحشش صدق، أو يسهر يشرب خمر وكذا، إلا على أغاني معروفة لبعض المغنيين الذين يقولون عنهم أنهم يعني قمة في الأخلاق وكذا، وهم يعني كانوا سبب لإفساد مجتمعات، إفساد شباب، نسأل الله السلام. الله المستعان. الله، أسأل الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم وعلينا يا رب. آمين. وعلى كل مسلم. والأمر سهل يا شيخ، يعني هو إذا تاب خلاص يعني تبرى من الأعمال اللي سواها، انتهى موضوع. طبعا التوبة تجب ما قبلها، أي حد يسمع المقطع عليه هو طبعا مستعين، يعني المغني هو اللي يقدر عليه، لابد يحذف مثلا كذا، والباقي على الله سبحانه وتعالى. يستعين بالله سبحانه وتعالى، يقول اللهم عني على توبتي يا رب، تقبلها مني واقبلني يا الله. الله المستعان. هل المغني أو المغنية لهم عذاب خاص أو شيء يوم القيامة؟ لا، احنا لا شك فيه يا شيخ، الغنى هذا من كبائر الذنوب، بل هو بريد الزنا، مخدرات قلنا، مسكرات كذا، وانت لا تظن انه هو غنى فقط، هو غنى وفتح باب شرع الأمة. ولا تظن غنى يعني قاصر على انسان، على نفسه، لو كان يغني وحده هذا قاصر عليه، هو الآن يفسد مجتمعات الشيخ، ويبقى بعد موت السنين. شوف كم من المغنين الآن ماتوا وهلكوا نسأل الله عليه السلام، والأغاني باقية والإفساد باقي. الله المستعان، حسبي الله ونعم الوكيل. جزاك الله خير.